السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة صابرين، أخصائية الجلدية والتجميل. هنتكلم النهاردة عن حاجة سألنا فيها، احنا اتكلمنا عليها قبل كده بس هنعيدها تاني بناء على طلباتكم، النخالة الوردية والنخالة البيضاء، ايه الفرق بينهم وده بيجي امتى وعلاجهم ايه؟ النخالة الوردية والنخالة البيضاء مفيش حاجة فيهم عادية، شكل دي ايه وشكل دي ايه. النخالة الوردية دي بتبقى بوتشة حمرة كده، وفي النص بتبقى فيها سيركل عليها شوية سكيل بنسميها كلوريتك سكيلز، اللي هي شوية قشور بسيطة بتطلع الأول واحدة بعد كده بتنتشر، بتطلع بقى في أي حتة، بتطلع في السايز في الجسم، في أي حتة في الجسم، أحيانا كمان بتوصل للوش، بتطلع في الظهر بنسميها الكريسماس تري، بتبقى شبه شجرة الكريسماس كده. طيب بتطلع ليه وبتطلع إمتى وبتقعد قد إيه؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه. بتطلع ليه؟ في الغالب بتبقى نوع من أنواع تأثير الحالة النفسية السيئة على الجسم او الحاله الفيزيائيه السيئه على الجسم، بمعنى ان انا اخدت دور تعب شديد، دور فايرال انفكشن مثلا، تمام، او اتعرضت لضغط نفسي شديد فبعديها طلع عندي نخاله ورديه. بيجي طبعا البيشنت بيجي مذعور من الشكل، بوتش حمرا كتير وباليه الجسم، احيانا بتسبب ايه عدم ارتياحيه، في العادي ما بتسببش هرش بس ده جزء من الجلد ملتهب احمر مع حكه الهدوم ممكن يسبب حرقان واحيانا حك، فبيجي مذعور من الشكل ان هي بتنتشر وعايز حاجه تضيعها. احنا ما بنعرفش نعمل حاجه، الكورس بتاعها بياخد من اسبوعين لحد 8 اسابيع. انا كل اللي بعمله بحاول اريح، بمعنى ان انا بديله ملطفات للجلد، اي نوع من انواع الملطفات للجلد، ارتي، دايفوزين، باندي، ماكسين، اي نوع من انواع ملطفات الجلد، تمام، واديله حاجه مثلا شاور او صابونه للبشره الحساسه زي ما قلنا قبل كده، زي البوم او الهايدرم سوب او البروسانس سوب، اي حاجه من الحاجات دي، تمام، واديله اقراص حساسيه مضاد للحساسيه لو في اي نوع من انواع الحكه او عدم ارتياح في الجلد مش اكتر. يقول لي هتروح امتى؟ اقول له الله اعلم، احنا الكورس بتاعنا مستمر من اسبوعين لشهر، هتزيد ولا مش هتزيد برده الله اعلم، انا مش بتحكم فيها، ده مش ميكروب، هديله مضاد للميكروب فهيروح، دي حاجه تفاعل الجسم مع بعضه انا مش هقدر اتدخل فيها، تمام. اللي اقدر انصحه بيه بس ان هو يستعمل العلاج اللي احنا قلنا عليه، وفي نفس الوقت يحاول يهدي نفسه لو في اي مشكله نفسيه. بتسيب اثر بعد كده؟ بتسيب اثر، احيانا بتسيب بقع بني او بقع بيضه حسب طبيعه الجلد، يعني لو بشره سمراء ممكن تسيب بقع بيضه، لو بشره فاتحه ممكن تسيب بقع بني، ودي سواء كانت البوست انفلاماتوري هايبو او هايبر بيجمنتيشن بتتعالج سواء دي او دي. طيب بتحصل فين؟ زي ما قلنا في الجسم ممكن تطلع الوش. نيجي بقى على النخاله البيضة، لان ده داخلين على السيزون بتاعها، الترياسيس البا. الترياسيس البا دي بتيجي بطشه بيضه كده دايما بتحصل في الوش، تمام، بتبقى بوتشه بيضه كبيره وممكن لها عليها شويه قشور بسيطه كده، بتيجي برده دايما بتيجي في الولاد، تيجي الام دايما بعد دخول المدارس او تيجي في الصيف تقول لي البقع البيضه دي مش بتروح، ودايما بيبقى المقوله الشهيره هو عنده انيميا، هي دي من الانيميا؟ لا، الانيميا او نقص الحديد او الخلل في نسبه الهيموجلوبين بتعمل بهتان في الوش، تمام، وبهتان في الاقشره المخاطيه، تمام، زي ما درسناها في الكليه، يعني ده مش تخصصي يعني مش باطل، بس دايما الوش بيبقى باهت، لو شفنا العين الغشاء المخاطي اللي جوه الجفن ده هيبقى لونه بامبي مش احمر، برده الشفايف من جوه تبقى لونها باهت، تمام، ده اللي بيسببه الانيميا، ما بتسببش بقع، عمرها ما بتسبب بقع. طيب البقع البيضة دي عباره عن ايه؟ ليها سببين مش ملهمش تالت. السببين اول حاجه التعرض الشديد للشمس من غير استعمال واقي شمس مناسب، او البرازيتيك انفستيشن، بمعنى الديدان اللي بتبقى في الجهاز الهضمي زي الاسكارس والاميبا والجارديا، الحاجات اللي بتطلع لنا في تحليل البراز، تمام. فاحنا دايما لما بيجي لنا حاله زي كده بنديها نصيحتين، اول حاجه لازم تستعمل واقي للشمس، وان شاء الله هعمل لكم حلقه على انواع كتيره من انواع السان سكرينز اللي موجوده في الماركت علشان احنا داخلين على السيزون بتاعها، وتاني حاجه ان هي لازم تعملي ستول اناليسيس تحليل براز علشان لو في اي مشكله بتروح لدكتور الباطن او الاطفال يكتب الشرب المناسبه، تمام. طيب بالنسبه للبقع البيضاء اللي احنا بنشوفها دي بنحط لها ايه؟ بنديها مضاد للالتهاب وبنديها مرطب وبس، مجرد ان السبب زال هي لونها بيروح لوحده. لو الام حاسه ان هي لا انا محتاجه ان اللون ده يروح بسرعه او كده بنديها حاجه زي الترالمس عشان يرجع اللون،
تمام، ده مع استعمال واقي للشمس. ومش ترالمس ما بنستعملوش على طول، احنا لازم نستعمل الاول مضاد للالتهاب ومرطب للجلد لمده اسبوعين وبعد كده نستعمل الترالمس لو هنستعمله، تمام. طبعا مع استعمال زي ما قلنا الصن سكرين ومع علاج المشكله الرئيسيه لو في اي مشكله اللي هي البرازيتيك انفستيشن زي ما قلنا، بالشرابات على حسب النوع والاطباء هم اللي بيكتبوها، اطباء البطن والاطفال. دول تقريبا النوعين. وناخد بالنا احنا داخلين على صيف، التعرض للشمس لازم يبقى تعرض امن، ان احنا نحط واقي للشمس مناسب للبشره، وده اللي احنا ان شاء الله هنقوله في حلقات جديده.